السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم على خامات ليفل 2 للمكرمية. قبل ما اتكلم على الخامات، انا حابة جدا اشكر كل البنات اللي التزمت معايا في ليفل 1 واللي طبقت واللي بعتت لي تطبيقاتها واللي طبعا لسه هيبعتوا التطبيقات وبيكملوا شغلهم. تسلم ايديكم، التطبيقات فعلا اللي وصلت لي كلها جميلة ما شاء الله، اللهم بارك. وانا حابة اشكركم بوجه خاص على التزامكم وتطبيقاتكم، وان شاء الله مكملين المشوار مع بعض. ودلوقتي هنتكلم على خامات ليفل 2. اول منتج هنعمله مع بعض هو المراية المكرمية. دي بتكون مراية منفصلة ومعاها اطار بالشكل ده. طيب، الاطار بتاع المراية بيبقى 30 سنتي، والمراية بتبقى 30 سنتي، الاتنين نفس المقاس بالظبط. خلاص اوكي، الاتنين بيكونوا نفس المقاس بالظبط. الاطار ده مقاسه من بره 30 سنتي ومن جوه 26، يعني السمك ده 2 سنتي. خلاص تمام، يعني 2 سنتي هنا و2 سنتي هنا. فطبعا لما ال30 هتنقصوا منهم ال4 سنتي، فالاطار الداخلي مقاسه 26 سنتي، الخارجي من هنا 30 سنتي. خلاص اوكي، ده كده اول اطار خشب هنجيبه معانا هنستخدمه. طب الحاجة التانية، هنجيب المراية. المراية دي طبعا هي انا مصنعاها مخصوص للجروب عندي. اهم حاجة توفروها، يعني اهم حاجة توفروا حاجة بنفس المواصفات دي عشان يطلع الشغل كويس. طب ايه مواصفات المراية؟ اولا المراية دي بتكون سميكة ملزوقة على ظهر خشب، يعني بتكون مراية وظهر. تمام، لما نقلب كده هتلاقوا ان هنا الظهر في قطع خشب كده، دي بتساعدنا برضو ان احنا نثبت الخيوط، وفي قطعة معدن هنا متثبتة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان خاطر تتعلقي منها المراية على الحيط. فانت دلوقتي هتجيبي المراية اهي وتجيبي الاطار تشتغلي على الاطار كله. طيب بعد ما خلصت شغل الاطار هثبت الاطار في لما اجي اعلق المراية هنا هعلق من المراية نفسها. المراية نفسها هي اللي بتبقى متعلقة فبتبقى متأمنة جدا. خلاص تمام. طيب، دي كده المراية اول حاجة هنستخدمها. ممكن ابدلها بايه؟ ممكن اجيب الاطار بس، اتعلم اشتغل على الاطار بس لو انا مش هعرف. الدنيا مش هتسمح ان انا اجيب المرايه دلوقتي. ممكن انا مش حابه اعمل مرايه، اجيب اطار ساعه. يعني هتلاقوا برضو ساعه فيها فتحات مكرميه مخصوص، ممكن تجيبوا الساعه بدل المرايه. يبقى احنا كده عندنا 3 اختيارات، يا اما نجيب المرايه بالاطار، يا اما مش هنعرف يبقى نجيب الاطار بس، يا اما نجيب ساعه. خلاص طيب، ايه الخيط اللي احنا هنستخدمه؟ كنا اتفقنا في فيديوهات الخيوط ان المرايات الافضل ليها بيكون الخيط المحلول، فاحنا محتاجين 3 بكرات من الخيط المحلول اهم. محتاجين 3 بكرات من الخيط المحلول. خلاص احنا كده جبنا المراية بالاطار، اشتغلنا على الاطار بالخيط. بعد كده هنحتاج فرشة التسريح اهي، فرشة التسريح اللي هي بنسرح بيها المكرمية ما نخلص. تمام اوكي. طيب هنبقى محتاجين نثبت الشراشيب، فهنستخدم الاسبراي. ده اسبراي دوكو شفاف، سبراي دوكو شفاف. كل الخامات طبعا موجوده على الجروب، تقدروا تتواصلوا معانا وتجيبوها. خلاص اوكي اهي. طيب الخطوه الجايه هنبقى محتاجين ان احنا نثبت الاطار في المرايه. هنبقى محتاجين ابره تنظيف زي دي كده، وحاجه كمان، عايز اي خيط، اي خيط باقي عندك. عندك مثلا خيط خيش، خلاص اوكي، احنا هنحتاج فتله بس 2 متر 3 متر حاجه بسيطه. ما عندكيش خيش مثلا، ممكن اي مكرميه، المكرميه القطن. عارفين مكرميه القطن الرفيعه؟ مكرميه القطن اهي. خلاص اوكي، يعني اي خيط عندك بس للتثبيت مش هتفرق. دي كده كل خامات المرايه اللي احنا هنحتاجها. طبعا ممكن نحتاج ايه كمان؟ ممكن نحتاج لزق عشان يساعدنا في القص مع المقص، ممكن نحتاج ورقه كرتون عشان نعمل استامبه قص. كل الحاجات دي بقى سهله ومتوفره في البيت. دي الخامات اللي انت اهم حاجه تكوني موفراها قبل ما نبدا في شغل المرايه. تاني منتج عندنا هو معلقة البكسل. هنبقى محتاجين لمعلقة البكسل عصاية 50 سنتي، العصاية دي، وهنبقى محتاجين 4 شلات من المكرمية المجدول 3 ملي. خلاص تمام اهو، 4 شلات من المكرمية المجدول 3 ملي معانا كده. طيب هنحتاج ايه تاني؟ شلتين باللون الاصفر. ممكن نستخدم شله واحده بس، يعني على حسب الموديل معانا، بس احنا هنجيب احتياطي شلتين من اللون الاصفر وشلتين من اللون الاسود. خلاص تمام. يبقى ايه الخامات اللي انا محتاجاها لمعلقه البكسل؟ شلتين لون اصفر، مكرميه قطن مجدول 3 ملي الوان، شلتين من اللون الاسود، مكرميه قطن مجدول 3 ملي الوان،
وهنجيب 4 شلات من المكرميه القطن المجدول الاوفايت 3 مللي برضو، وعصايه 50 سنتي. طيب هنحتاج ايه تاني في المعلقه؟ هنحتاج قماش جوخ عشان نقفل بيه المعلقه بفينش كويس، وهو يعني مش اساسي بس هو افضل ان هو يكون متوفر. لو موجود عندك هتبقي كمان محتاجه مسدس الشمع او الشمع معاه. خلاص تمام، ده كده تاني منتج عندنا وهي معلقه البيكسل. الباترون بتاع معلقه البيكسل هنزله لكم قبل ما نبدا فيها، يعني ترتيب المنتجات انا لسه ما حددتوش بالظبط، برضه هحدده هكتبه لكم. بس قبل ما نبدا في معلقه البيكسل هيكون نازل لكم الباترون من قبلها بوقت علشان خاطر ان انتوا تطبعوه، يبقى معاكم وقت ان انتوا تطبعوه. اللي مش هيتمكن ان هو يطبعه وهيشتغل من الموبايل على طول، بس الافضل انك تطبعيه عشان ما تتلخبطيش وعشان عينك ما توجعكيش كمان اثناء الشغل. خلاص ده كده تاني منتج. هندخل بقى على تالت حاجه هنعملها مع بعض. تالت حاجه هنعملها مع بعض المعلقه. المعلقه هنحتاج لها عصايه 60 او 70، مش فارقه خالص، يعني يا 60 سنتي يا 70 سنتي. تمام، مع العصايه هنبقى محتاجين خيط مجدول 3 مللي 2 كيلو اهم، 2 كيلو خيط مجدول 3 مللي. تمام، يبقى عصايه 60 او 70 سنتي مع خيط مجدول 3 مللي 2 كيلو منه. ده كده الكميه اللي هنحتاجها، ممكن هيبقى مننا شويه صغيرين برضو بس نجيب 2 كيلو. وهنحتاج مقص ولزق عشان خاطر نعرف نقص المعلقه بطريقه كويسه. وطبعا معانا اساسي هيبقى مقص مزوره لزق، التلاتة دول اساسي معانا في المعلقة عشان نعرف نقص المعلقة بطريقة كويسة. تمام يا بنات، المنتجين اللي بعد كده هي الكوشن اهي. هنبقى محتاجين كوشن، الكوشن دي شايفين دي بتبقى بسوستة كده، كوشن زي دي معمولة من ايه؟ معمولة من ايه الكوشن؟ من قماش الدك التقيل، وطبعا يبقى معمول لها سرفلة اوفر من جوه علشان الشغل بعد ما نخلصه يبقى شكله حلو. خلاص اوكي، ده كده اول حاجه. طيب هنحتاج ايه مع الكوشن؟ الكوشن والرنر هنجيب لهم 2 كيلو مكرميه قطن مجدول زي بتاع المعلقه بالظبط، هيكون 3 مللي 2 كيلو للكوشن والرنر مع بعض. يبقى الكوشن والرنر هحتاج كوشن دك متفصله جاهزه زي دي كده، هحتاج 2 كيلو مكرميه قطن مجدول 3 مللي زي ده، هحتاج كمان ابره وفتله عشان نخيط. خلاص كده، يبقى دي كده خامات المنتجين اللي بعد كده. المنتج الاخير شنطه، هنكون محتاجين لها كيلو مكرميه قطن سلسله. طيب تمام، يبقى نحتاج كيلو مكرميه قطن سلسله. الشنطه عقدتها ضيقه، مش هنبقى محتاجين ان احنا نعمل لها بطانه. لو انت حابه بقى تبطنيها عادي مفيش مشكله، اعملي لها بطانه، بس هي كعقده، عقده مصمطه ما فيهاش فراغات كتير، مش محتاجه بطانه. طيب هنحتاج ايه مع الكيلو المكرميه القطن السلسله؟ هنحتاج حلقتين عاديين مش سهلين الفتح، يعني ايه اللي هما مش بيتفتحوا ويتقفلوا، حلقات عاديه خالص. تمام، وهنحتاج كمان جنشين. طيب الحلقات والجنشات وفقي لونها مع الخيط، يعني انا حسيت ان السيلفر لايق على الخيط بتاعي، ممكن انت اللون اللي تختاريه مثلا يكون لايق معاه لون جولدن ذهبي، مش شرط ان انت تجيبي نفس لون الحلقات. دي كده كل الخامات اللي احنا محتاجينها. جهزوا الخامات بتاعتكم، وياريت تكون من نفس الانواع عشان خاطر المنتجات تطلع مظبوطة وكويسة، نكون بنشتغل بنفس الخيط مع بعض. وان شاء الله يا رب نعمل شغل حلو وتعملوا منتجات جميلة وتعجبكم وتتعلموا وتستفيدوا، وربنا يا رب يكرمكم ويوفقكم ويجعلها خطوة حلوة ويجعلها وش الخير عليكم وعلينا يا رب ان شاء الله. معاكم احلام عاطف صاحبة جروب خيوط مامة عمر. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، وكمان اكتبوا لي ايه المنتج اللي انتوا عايزين نبدأ بيه وترتيب المنتجات في الكومنتات تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.